حجة ابن الحسن سيدي فانهضم صبرنا قد نفد في البلا والإحن أمرنا لا يشد في الملا قد يزن فالفتى من يلد بالهدى لا يئن كلنا ينتظر والورى فيه غضن أنت منجي البشر من عمى أوكتا. أنا إذا أريد أن أخاطب مولاي وسيدي صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لاسمه الفداء أقرأ له هذه الآية، أقول له: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. حجة ابن الحسن، حجة ابن الحسن سيدي فانهضم صبرنا قد نفد في البلا والإحن أمرنا لا يشد في الملا قد يزن فالفتى من يلذ بالهدى لا يئن كلنا ينتظر والورى فيه غضن أنت من عمن